عديدون يقبلون خلال العطلة الصيفية على المطالعة، حيث يجد البعض متنفسا لقراءة بعض الأعمال الأدبية وفسحة زمنية تتيح الإبحار في عوالم الإبداع ما بين الفانتازيا والرواية الكلاسيكية والأعمال الفكرية. فلكل قارئ الكتاب الذي يفضله، الصغار كما الكبار تستهويهم القراءة، فخير جليس في الدنيا كتاب. إيمان سلاوي والمهدي الشطيبي. يقول الروائي الفرنسي مارسيل بروست عن الكتاب: ربما لا يوجد أيام عشناها في طفولتنا بكل ما للكلمة من معنى كتلك التي عشناها مع كتابنا المفضل. فأول الخيال حكاية تعيدنا إلى مراتع السبا وعنفوان السرد الأول، لنكتشف سحر الحكاية ووهج الكلمة التي تستهوي مختلف الأجيال. فالأطفال لا زالوا ينبهرون دائما بأدب الطفل والقصص التي تغري خيالهم وأذهانهم. أحب قصص الأطفال كثيرا، وتعجبني الحكايات المليئة بالخيال وقصص الفانتازيا. Personnellement, je préfère des histoires qui sont légères, des romans. Pour les enfants aussi, c'est احنا المثال ديالهم. Donc il a créé ça moi si tu joues يقرا. Pour le bénisa ça خلي la liberté, تختار le genre libre. باش من بعد هي تشجع وتكتشف d'autres genres ou les romans policiers. حيت كيعجبوني داك لي زاكسيون اللي كيطراو، داكشي ديال لا بوليس، داكشي كيفاش يقدو يديرو لي كريم، كيفاش يحلو داكشي. وفي الحقيقة في الفترة ديال الصيف كنخليها فترة راحة. في فصل الصيف فسحة زمنية سانحة للاطلاع على الروايات العربية والعالمية ومواكبة جديد الإصدارات في عالم الفكر والفلسفة، حيث تتنوع الاختيارات، فلكل قارئ مساحته الخاصة في التفاعل مع الأدب والإبداع، ولكل قارئ كتابه الخاص. بداية من الرواية بشكل منوع بمواضيع متنوعة، وبالأساس في مجال تخصصي أي المجال القانوني الذي نتواجد الآن برواقه، على اعتبار أن في هذه الفترة لدينا متسع الوقت، يعني نحن كعاملين في مجال التعليم لدينا متسع من الوقت من أجل قراءة كتب والاطلاع على الجديد الكتب حتى في فترة العطلة الصيفية. بالنسبة للتلامذة دابا ما كتقدرش تعرف تكهن شنو اللي يقدر يقراوه، ولكن هما دو فاسون كيبغيو يروحوا على النفس ديالهم، يعني كيبغيو يقراو شي حاجه اللي بعيده على المقرر، بحيث الا بقى كيقرا على المقرر يعني كيحس براسو بحال باقي في السنه الدراسيه. الوغ شنو كيدير؟ كيشوف شي حاجه اللي هي بعيده شويه على المقرر كتروح ليه على نفسه شويه. مجال التخصص ديالي هو البلاغه والنقد والدراسات اللسانيه، هذا هو المجال التخصص ديالي تقريبا. تنقراو هذا وتنقراو كذلك النص الابداعي، بحال بالنسبه للصيف تنقضوا تفضلوا نقراو الروايه والشعر شويه حدا البحر ولا هنا ولا هكا، تنقراو شويه هكا النص الابداعي. كما ان مجموعه من روايات الفانتازيا والاعمال البوليسيه العربيه والعالميه تحظى باعجاب مجموعه من القراء من مشارب مختلفه، خاصه في فصل الصيف، حيث يجدونها مساحه للترويح عن النفس وتسجيه اوقات ممتعه.